بنحلم لبكرة. أهلا بحضراتكم، بكمل حواري مع المهندس حسن صار رئيس المجلس القومي للرياضة، وكنا وصلنا لأن حضرته ما خدش القرار فورا رغم صدوره من أكثر من 10 أيام باستبعاد كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، رغم من بصدور حكم من القضاء الإدارية العليا. تمام. ليه قعدت 10 أيام يا فندم؟ ليه ما نفذناش الحكم فورا؟ هو كده ما بيعجبش وكده ما انا عايز اجيبها كده اجيبها كده افهم يعني لو اقدر اجله 10 اقدر اجله لصدور الحكم. لا لا، يعني هي العمليه كلها ايه، انا ما ينفعش ان انا مثلا ما احاولش في هذا الموضوع. نعم. يعني اشوف بردك يعني ايه حضرتك رجعت قانونا نشوف ايه اللي رجعت قانونا ورجعت لاداره الفتوى والتشريع. نعم. في مجلس الدوله وبعت لها لغايه ما جالي رد واضح وصريح، ستيتمنت واضحه في هذا الموضوع، واكدوا أنه لا يوجد استشكال أو طعن يمكن أن يقفز الزام المجلس القومي للرياضة بإعلان خلو منصب رئيس الاتحاد وفتح باب الترشيح على كل من يستوفي اشتراطات الترشيح. حضرتك خدت القرار ده النهاردة، أعلنته النهاردة اللي هو استبعاد كابتن سمير زاهر ومن يتولى المسؤولية. استبعاد رئيس الاتحاد كابتن سمير زاهر. أيوه. ومن يتولى المسؤولية؟ ده على حسب اللائحه بتاعت الاتحاد. اللائحه ودي اتحطت بردك في القرار اللي صدر النهارده. اللائحه اللي هي لائحه الاتحاد اللي اعتمدتها الجمعيه العموميه، انه لما بيتعين خلو المنصب الذي يقوم او يحل محل رئيس الاتحاد في حاله غيابه هو اللي يدير شؤون الاتحاد حتى اول جمعيه عموميه، واللي هي بتكون قبل 30/9 ان شاء الله. ان شاء الله. يعني معنى كده ان اللي هيتولى المسؤوليه الان المهندس هاني ابو ريده هو اللي هيكون رئيسا او قائما باعمال رئيس الاتحاد لحين اعلان او تحديد موعد الانتخابات قبل 30/9. ده مجلس الاداره بقى عندهم جوه الاتحاد. يعني ممكن يختاروا حد تاني؟ هو المفروض يعني المفروض اللي ماشي بيكمل. ايوه. وده الطبيعي يعني. واللي كان ماشي ان هاني ابو ريده هو المسؤول. ده اللي كان ماشي. هو اللي هيتولى المسؤوليه. اذا اراد اي شخص من اعضاء المجلس انه يترشح بيقدم استقالته. بالظبط. بخلو مكانه ايه اللي بيتم انتخابات؟ بيبقى بعد كده في بقى اجراء تاني عشان يشغلوا المنصب اللي هو عضو المجلس يستكملوه. هل الفيفا ما بتعتبرش ان ده تدخل من الجهه الاداريه او من الحكومه في؟ احنا ما عملناش اي حاجه، احنا كل اللي عملناه ان احنا قلنا لهم في حكم قضائي نفذوه بس. نعم. هذا الامر ليس له علاقه مره اخرى باخطاء كابتن سمير زاهر؟ ما هو بردك انا عمرنا ما هنحط حاجه قصاد حاجه يا استاذ هايري. ما ينفعش اقول اصل كلمه اخطاء، ما هو ليه بردك حسنات. نعم. وليه ايجابيات. انا النهارده اتصلت بيه وقلت له معايا المهندس حسن صقر. لو اردت ان تطرح علي ماذا ستطرح؟ فقال لي ابلغه تحياتي واقول له ان انا قدمت لهذا البلد الكثير، وانه هيعمل مؤتمر صحفي يعلن فيه كل الحقائق، وانه بيطلب من الناس ان هم ما يبقاش سمير زاهر نهايته نهايه سيئه. قال لي انا لا هلجا للفيفا لان انا بحترم بلدي وبحترم قانون بلدي والحكومه، لن الجا للفيفا، ولكن انا يهمني سمعتي، ففي النهايه مش بعد اللي قدمته وحجم الانجازات اللي انا عملته للكره المصريه اطلع بفضيحه او باساءه لسمعتي. هو طبعا زي ما انا كررت اكتر من مره في الكلام مع حضرتك، البعد الانساني اللي هو الموجود والعلاقه اللي موجودة على مدار السنين السابقة مع الكابتن سمير زاهر، هو أعطى كثير ويستحق الكثير من الثناء، والموضوع حكم محكمة إدارية عليا. نعم. ينفذ وليس له علاقة خالص بشخص الكابتن سمير زاهر، وتأكيد لهذا الحكم مع مجموعة من المستشارين وإدارة الفتوى والتشريع، عشان كده أخذنا وقت كبير في هذا الموضوع 10 أيام. نعم. بندرسه. ده تأكيد وتقدير للكابتن سمير زاهر ان احنا مش مجرد يعني زي ما بيقولوا كده بركة يا جامعة ولا حاجة، لا يستحق هذا، ولكن احنا بننفذ حكم محكمة وبيتم الإجراءات من خلال الاتحاد ولوائح الاتحاد. الذي رفع الدعوة هو الكابتن أسامة خليل. أيوة. ألا يوجد في القانون ما يسمح للمتضرر أن يستفيد من الحكم الذي صدر له هو أو الدكتور كمال درويش بما أنه كان الثاني في عدد الأصوات؟ هنا في 3 حاجات يا استاذ خيري برضك احنا درسناها في الفتره ال10 أيام دول. نعم. في حكم دستوريه عليا بي 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 في هذا الموضوع واضح تماما، وفي حكم اداريه عليا واضح تماما في هذا الموضوع، ان لابد ان يتفتح باب الترشيح
لكل من يستوفي اشتراطات تقدم بالترشيح. نعم. وأكدناها بالفتوى اللي احنا واضحة تماما تفتح على حد سواء لكل من يستوفي اشتراطات الترشيح، بيعتبروا ان انت تقصر الترشيح على عدد معين او على شخصيات معينة، مع كل التقدير للكابتن أسامة والدكتور كمال درويش، ده بيعتبروه غير دستوري. نعم. وبالتالي وهنا المحكمة الدستورية كانت واضحة فيها. الدكتور كمال درويش وهو أستاذ يعني ومعلم ما يعرفش ده فلجأ إلى القضاء؟ والله القضاء مكفول لكل الناس يا استاذ خالد، ما تقدرش تقول لاي شخص اي مكان يعني. النهارده كابتن سمير لو جه بكره وقال في حكم قضائي او ان هو هيرفع قضيه او كذا، هو حر. نعم. ما تقدرش لا تزعل منه ولا انك انت تقول له ما تعملش كده، ما تقدرش، ده حق قانوني. نعم. الدكتور كمال احنا حبينا ان احنا نعرفه ان اللي موجود ايه، والكابتن اسامه خليل اكيد التقى بحضرتك. جالك دكتور كمال؟ جالي، التقى بيا، طلب مقابلتي. نعم. وقعدنا معاه وخليت قعد مع المستشار القانوني. نعم. واداله الاحكام الدستوريه واداله الاحكام اللي طالعه والكلام ده كله، ونزل عندنا قال هو وجهه نظر ده. أيوة. ما يفسدش في الود قضيه. طيب. ولكن ده حق دستوري لكل الناس، بس احنا في الجزء دي الفتوى واضحه وصريحه ومحدده، تتفتح الانتخابات الترشيحات على هذا المنصب لكل واحد يستوفي الاشتراطات. لو الكابتن سمير زاهر قدر يجيب ما يفيد حقه في الترشح في الانتخابات القادمه، من حقه ان يدخل؟ حاجه قانونيه، ما اقدرش ندخل حقه ان يدخل في هذه الحاله، كان اللي فات ما اتحسبش ويبتدي دوره جديده. احنا ما بنتعاملش مع الكابتن سمير زاهر بـ 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 كشخص يعني بطريقه اللي هي، بالعكس احنا بنتمنى الكابتن سمير زاهر ان هو لو في اي حق ليه ياخده في كل الاوقات. طيب، انا طبعا عندنا ملف دورة البحر الأبيض المتوسط، وعندنا ملف المحكمة الإفريقية الرياضية، ولكن وقتي للأسف ضغط جدا. أنا عايز بس قبل ما أسأل حضرتك سؤالي الأخير تعدني بأن يكون بيننا لقاء لما مصر، إحنا مصر مترشحة مع مجموعة من الدول، كرواتيا وإسبانيا وليبيا وتركيا لبطولة البحر الأبيض المتوسط، وإحنا طالبين إنها تكون في اسكندرية. وفي اسئله كتير حوالين ليه احنا داخلين 2017 وليه هنصرف في بطوله، صحيح احنا اول من طلب واسسها لكن في النهايه مصاريف في بطوله ضيقه، هل يا ترى المساله تستحق ولا لا؟ المحكمه الرياضيه ليه هنعملها في مصر ونصرف فلوس وندى ارض ونبني مبنى؟ لكن توعدني ان يكون بيننا لقاء تاني. ده لازم. لان كلام حضرتك ده بيخليني قايم الان. لا ده لازم، الموضوع ده دايما ان احنا نكمل كل وجهات النظر علشان تبقى الرؤيه واضحه امام المشاهد اللي حق علينا. مطلوب، لان مش هنقف عند فشل في وقت معين، مش هنوصل عند الصفر ومش هنحبط. تمام. ولازم نكمل، ولازم نكمل بطريقه مدروسه مش مجرد، وده اللي هنشرحه ان شاء الله. اعوادك محتاجين القعده دي نعملها ان شاء الله. ده رائع. في 30/10 القادم سيتم المهندس حسن صقر عامه 60 ونمسك الخشب، لسه شباب خالص، و60 دي بداية حياة. حضرتك في موقع وظيفي ينتهي العمل بيه وتتحدث، وكنت تشارك في اجتماع أمانة السياسات وتطرح خطط ولديك مشاريع، وكأنك تعيش أبدا في هذه الحكومة. إزاي؟ يعني هل هناك تصورات لتغير الوضع، تغير مسمى المجلس القومي للرياضة ويصبح وزارة، ولا حضرتك بتتحرك على اساس ايه؟ انا بتحرك على اساس انا راجل مكلف بقرار جمهوري اعمل شغل، والشغل ده بعمله لغايه اخر يوم في المكتب ابقى موجود فيه. ما ينفعش ان انا اظبط شغلي وبرنامج شغلي على ميعاد انتهاء التعاقد بتاعي او بلوغ السن القانونيه او كذا او كذا او كذا، ما يبقاش شغل. نعم. دي خطط، واللي يجي ورايا هو بيكمل. لان اخيرا الحكومه فيها ناس بتحط خطط طويله كده وملهاش دعوه بالشخص. ما هو يعني حضرتك لسه بتقول دلوقتي انا النهارده عاملين لسه مناقصه على 20 حمام سباحه و10 صالات مغطاه، اللي موجود يكمل. نعم. فلوسها موجوده. 2017 دوره البحر المتوسط يمين يعيش يكون موجود، لكن الصح نعمله دلوقتي. نعم. هي دي الخطط اللي تتعمل، لان ما فيش حاجه بتتعمل في شورت تيرم يا استاذ خيري، حاجه سريعه تبقى فعلا افكتيف للبلد، لازم حاجه تتعمل، لان احنا تعطلنا كتير في الاستثمار. نعم. في الرياضه، في تطوير البنيه الاساسيه. انا عمري ما فكرت في سن التقاعد، عمري ما فكرت اجدد او ما جددش، عمر كل اللي بفكر فيه ازاي اسابق الزمن ان انا انجز الاعمال اللي انا مكلف بيها قدام الحكومه وقدام القياده السياسيه. نعم. وانا ببقى اكتر واحد سعيد واكتر واحد ببقى متفائل لما بنجز حاجه
وبطرح حاجة زي ما حضرتك قلت لسنوات قادمة للي موجود. احنا بنكمل بعض، انا ما عنديش الجزئية يعني الحمد لله دي ماشي. طول العمر ليك وتحقق كل احلامك لمصر. كتر خير. ونورتني، انا بشكرك جدا. بشكرك مهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، بيننا حوار اخر ممتد ان شاء الله. ان شاء الله بعد الفاصل حوار ساخن اخر، حوار فيه كل الملفات. سنتحدث عن رجال الاعمال، عن الثروة، عن السلطة. معي واحد من كبار رجال الاعمال في مصر، الاستاذ ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز. هذا الاسم الذي طفى على السطح في السنوات الاخيرة بعد ما كان الكلام عن الانجازات اللي عاملها شرقا وغربا في مجال البناء والعقارات، بقينا بنتكلم عن السلطة في مصر وعلاقتها بالثروة. حوار مفتوح ممتد مع ضيفي العزيز، وسنعرج منه الى النادي الاهلي طبعا بعد الفصل.